السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 10 من سلسلة تمارين درس معادلة مستقيم. التمرين يقول: المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم OSG. السؤال الأول: أنشئ النقط A و B و C. السؤال الثاني: حدد معادلة للمستقيم L المار من النقطة C والموازي للمستقيم AB. إذا غادي نبداو بالإنشاء الهندسي ديال النقط A و B و C. إذا عندنا واحد المعلم متعامد ممنظم. ما معنى متعامد ممنظم؟ أي المحور أو إكس سيكون عمودي على المحور أو إكريك، دونك هنا الزاوية قائمة. وممنظم أي أن هذه المسافة هذه أو إكس تساوي هذه المسافة أو جي. إذا غنبداو بتمثيل النقطة أ. إذا أ الإحداثيات ديالها جوج، إذا الأفسو جوج والأرسو جوج. إذن هنا هذه النقطة A. النقطة B الأفصول ديالها صفر والأرتوب ناقص واحد، أي أن النقطة B توجد على محور الأراتيب. إذن الأرتوب ناقص واحد أي أن B في هذا المكان. والنقطة C الأفصول ناقص ثلاثة والأرتوب أربعة. إذن التقاطع غيكون في هذا المكان هذا. إذن هذه النقطة C ناقص ثلاثة أربعة. الآن السؤال الثاني يقول: حدد معادلة للمستقيم L المار من النقطة C والموازي للمستقيم AB. إذا إحنا عندنا مستقيمان متوازيان، ماذا يعني؟ إذا بشكل عام إذا كان عندنا واحد المستقيم المعادلة ديالو MX زائد B ومستقيم آخر المعادلة ديالو Y كتساوي لنا هذا دلتا وهذا دلتا إشارة، المعادلة ديالو كتساوي لنا M إشارة X زائد B إشارة. إذن دلتا كيوازي دلتا إشارة، يكافئ ماذا؟ يكافئ أن M كتساوي M إشارة، أي أن للمستقيمين نفس الميل. وكذلك إذا كان لمستقيمين نفس الميل فإن المستقيمان متوازيان. إذن L يوازي المستقيم AB، يعني أن لهما نفس الميل. إذن لدينا دلتا أو L يوازي AB، إذن لهما نفس الميل. إذن لهما نفس الميل، والميل ديال B ممكن نحسبه لأن في المعطيات عندنا الإحداثيات ديال A والإحداثيات ديال B. أي إذن نقوم بحساب ميل المستقيم AB. إذن M رمز له بM، إذن هو Y ديال B ناقص Y ديال A على XB ناقص XA. إذن نعوض Y B بناقص واحد ناقص Y A اللي هي جوج على X B صفر ناقص X A جوج. إذن ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة، صفر ناقص اثنان هي ناقص اثنان. إذن خارج عددا سالبا هو عدد موجب، أي ثلاثة على جوج. إذن M كتساوي لنا ثلاثة على جوج. إذن معادلة L تكتب على شكل Y تساوي ماذا؟ إذا لقينا الميل بما أن لهما نفس الميل، فالميل ديال L هو الميل ديال AB. إذن 3 على 2 X زائد B. إذن كيبقى لنا هنا نحدو قيمة B اللي هو الأرتوب عند الأصل. إذن لدينا نقطة تنتمي إلى هذا المستقيم، إذا لدينا C تنتمي إلى L، يعني ماذا يعني هذا؟ يعني أن C تحقق المعادلة. إذن يعني أن Y C تساوي 3 على 2 X C زائد B. أي إذن كنعوضو بالإحداثية ديال C، إذن Y C هي 4، إذن 4 تساوي 3 على 2 مضروبة في X أي مضروبة في ناقص 3 زائد B.
إذن 4 تساوي 3 في ناقص 3 هي ناقص 9 على 2 زائد ب. إذا ناقص 9 على 2 كنديو هذا الطرف الثاني، كيرجع عندنا بي تساوي 4 زائد 9 على 2. وهنا خصني نوحد المقامات، إذا المقام واحد هو جوج، إذا 4 ممكن نكتبها هي 4 على جوج، أي أن بي تساوي إذا 8 زائد 9 تساوي 17 على 2. وبالتالي فمعادلة المستقيم ب هي إيكغيك تساوي 3 على جوج إكس زائد 17 على جوج. إذا هذه هي المعادلة ديال المستقيم اللي سنقلبوا عليها.